إذا كان تلقى ضربة قوية واستطاع اليوم أن يطلق صاروخ باليستي إلى تل أبيب ويستهدف مقر الموساد الإسرائيلي، هذا دليل على أن المقاومة، صحيح كما تحدث سيد المقاومة أنها ضربة مؤلمة، لكن المقاومة استطاعت أن ترمم نفسها، والمقاومة ما زالت بقوتها وما زالت حتى الآن بالأساس لم تستخدم أي شيء بما له علاقة بالصواريخ المتطورة والصواريخ الدقيقة. اليوم دخل صاروخ قادر واحد، وهناك الكثير من الصواريخ المتطورة والدقيقة التي لم تدخلها المقاومة حتى هذه اللحظة، هي تحدد كيف تكون عملية التصعيد التدريجي في العلم العسكري لمعرفة كيف تتجه الأمور وكيف تسير هذه المعركة. أما فيما له علاقة بالقول بأنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد الحرب أو هي تريد الحرب، هذا الأمر أعتقد بأنه التصريحات الأخيرة التي كانت قبل حوالي ساعة لقائد الثورة الإمام الخميني، كانت الإمام الخامنائي، كانت واضحة ودقيقة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت بأن المقاومة لديها الكثير من الإمكانيات والمقاومة ستنتصر. ولمن يعرف طبيعة العلاقة ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمقاومة، أينما وجدت هذه المقاومة وبالتحديد مع حزب الله، أعتقد بأنه يدرك ما هي طبيعة هذه العلاقة وقوة هذه العلاقة، بعيدا عن التصريحات المجتزأة أو إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد الحرب أو لا تريد الحرب. وما سرب بالتحديد ببعض الصحافة الأجنبية غير صحيح، لم يكن هناك أي حديث بين حزب الله والجمهورية الإسلامية الإيرانية على أنه طلب حزب الله من إيران أن تدخل هذه المعركة أبدا. هو في حرب تموز عندما كانت الأمور بأصعب مما نمر عليه وأضيق مما نمر عليه، ونذكر هنا عندما اتصل الرئيس الأسد بسماحة السيد وقال له نحن مستعدون ندخل هذه المعركة، فعندها أجاب السيد حسن بأنه نحن ما زلنا مستعدين للمواجهة والأمر لا يتطلب. لا أعتقد بأنه منذ اليوم الأول حزب الله سيطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنا أقول لك بكل صراحة حزب الله يستطيع أن يقود هذه المعركة لأشهر، وهو قد هيأ الأرضية لهذه المعركة، ولا أعتقد بأنه سيصل بإذنه تعالى في يوم من الأيام ليطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تدخل أو أن تفتح المعركة. طبعا هناك رسائل واضحة خلال الأيام الماضية من محور المقاومة، التصعيد الذي بدأنا نلحظه من خلال زيادة عمليات المقاومة العراقية، وربما نكون أمام مفاجآت كذلك إضافية من جبهات أخرى سوف كذلك توصل رسائل في سياق مساندة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني. طيب استاذ حسين، عم تقول انه حزب الله هيئ الارضيه، الم يكن يعلم حزب الله انه نحن رح نكون تحت قصف جوي بهذا العنف، تحت اجتياح جوي بهذا العنف، ليهيئ الجمهور، ليهيئ اهل الجنوب للانتقال الى اماكن او مناطق امنه؟ يعني شفنا اهل الجنوب كيف تعذبوا بها اليومين السابقين، بقوا اكثر من 10 و12 ساعه، وناس هلا بعضها عم تتعذب لتلاقي بيوت ولتلاقي اجارات. لماذا لم يهيئ الحزب او ممكن لم يكن لديه العلم بانه نتنياهو سيقدم على هذا الاجرام بهذه السرعه؟ يعني نحن نعرف أنه نحن أمام عدو مجرم وعدو إجرامي، ولدينا الكثير من المشاهدات إن كان في قطاع غزة خلال فترة السنة الماضية وإن كان خلال التجارب التي عشناها في لبنان. حزب الله لم يطلب هذه الحرب لنوجه السؤال لحزب الله، علينا أن نضغط باتجاه كيان الاحتلال الإسرائيلي ليوقف عدوانه على لبنان، والإسرائيلي هو الذي يسعى اليوم أن يستخدم ورقة المدنيين للضغط على المقاومة، أولا لإيجاد شرخ ما بين بيئة المقاومة، هو يعتقد لإيجاد شرخ ما بين بيئة المقاومة أو الضغط من خلال تهجير وقتل أكبر عدد من المدنيين، ويسعى إلى محاولة فرض معادلة بأنه إعادة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم مقابل إعادة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية، هذا الذي يسعى إليه كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت بالذات، إضافة إلى عنصر آخر وهو يعتقد بأنه من خلال تكثيف الغارات النارية، من خلال تكثيف
سياسة التدمير خصوصا في المناطق الجنوبية، علّه يستطيع من وجهة نظره أن يفرض كذلك القسم الثاني من معادلته، وهو إبعاد المقاومة عن الحدود ما بين 8 إلى 10 كيلومترات. أنا أقول لك كذلك في هذا السياق بأنه لا يمكن اليوم الحديث عن هذين الأمرين طالما هناك عدوان يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي، والمقاومة لم تقبل كذلك أن يكون هناك أي فرض، يعني إذا صح التعبير، شروط لكيان الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة بالذات. نحن اليوم في مرحلة تصاعدية، ربما نشهد خلال الأيام القادمة أكثر ضراوة المعارك، وبالطبع سيكون هناك كذلك تصعيد أكثر ورد أكبر من قبل المقاومة. نعم أستاذ حسين، بعد سؤال الأخير في حجم الأضرار، هل ترى تكافؤ بعد ما تعرض له لبنان يعني طيلة هذا الأسبوع من أضرار ومن عنف ومن جرحى وأيضا من عدوان على الضاحية؟ يعني نحن في معركة، والمعركة من الطبيعي أن يكون فيها ضحايا شهداء، ومن الطبيعي أن يكون هناك دمار، ولكن كذلك دعينا ننظر إلى الصورة من الجانب الآخر. اليوم للمرة الأولى الإسرائيليون بمسؤوليهم ومستوطنيهم وكل من يراقبهم يتحدثون عن أنه للمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي نشاهد هذه المشاهد، وشاهدتم أنتم مشاهد كيف اشتعلت النيران، البيوت المدمرة في المستوطنات، الاستهدافات التي تقوم بها المقاومة. اليوم المقاومة من خلال ما تقوم به تستطيع فعلا أن تفرض معادلة تدمير بالتدمير. صحيح أنه نحن أمام عدو مجرم سيكثف من غاراته من سياسة التدمير، ولكن أعتقد بأنه كذلك من المهم أن نسلط الضوء على الحالة التي يعاني منها كيان الاحتلال الإسرائيلي. نعم، وما تقطاه من خلال ضربات المقاومة.